احنا حاسين احنا بدنا صلينا هنايا وطاح تحس طاح الشقه ديال التلبيسه ماشي السقف كيقولوا الشقه يعني السقف طاح يعني السقف اذا طاح غادي يموتوا الناس. هذه الجامعه دي عندها تقريبا 80 سنه ما يزيد ملي تلبست باقي الان ما تلبستش من داخل صلاح لنا السطح ديالها ان اللوسه كانت كتقطر ما كاينش اللي كيلتفت لان بقوه الشتاء وكانت كتقطر وهذه ديك الشيء تنفخ وطاح يعني غير الشقط ديال ما كاينش شي حاجه. دابا حتى الناس في الحي كيتسالوا الى متى الاغلاق ديال المسجد الناس ما غاتبقاش فيه تصلي. هذه من جهه فهمتي هذه المشاكل وحنايا هنايا الشباب ديال الحي هما اللي كيقوموا بهذه المبادره وكيقوموا بهذا الشيء هذا يعني لا المرحله البناوه هما ولا هذه كيعرف الجميع لولا الشباب ديال الحي الجامعه هذه كانهارت شحال هذه من جهه ودائما الناس كتخدم من الحي هذا الشباب ديال الحي كيخدموا الناس ديال الحي كامل لان هذا الحي جا في مجمع سكني كبير لان ما كاينش الناس اللي تصلي لان الاوقات الصلاه يعني الصلاه بالتوقيت وكذا ما غيبقاش فهمتي هذا هو الاساس لان دابا الناس كتسائل الى متى غيبقى المسجد مغلق.